دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم عشان نتعرف على أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، منها الاجتماع اللي هيعمله دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة مخرجات المؤتمر الاقتصادي. أيضا المجلس الأعلى للثقافة هيعلن أسماء الفائزين في مسابقة التغيرات المناخية، والنهاردة متحف شرم الشيخ هيستقبل زواره بالمجان بمناسبة مرور سنتين على افتتاحه. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيعمل اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة مخرجات المؤتمر الاقتصادي وبحث البيئة التشريعية اللي هتساهم في دعم تنفيذ توصيات المؤتمر. النهاردة هيعلن المجلس الأعلى للثقافة أسماء الفائزين في مسابقة التغيرات المناخية اللي نظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة سهير عثمان في شهر أغسطس السابق، وهيتم افتتاح معرض هيستمر لمدة أسبوع يتضمن أعمال جيل الرواد والوسط والشباب. النهاردة قررت إدارة متحف شرم الشيخ فتح أبوابه بالمجان لكافة رواده من المصريين والعرب والأجانب المقيمين بمدينة شرم الشيخ وسط إجراءات وقائية واحترازية، وده احتفالاً بمرور عامين على افتتاحه. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراتين في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة، يلتقي الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش الساعة 5 والمقاولين العرب مع فاركو الساعة 7 بالليل.